إيت مارت مع ناتالي ياغي. بونجور ناتالي. صباح الخير. أنا موضوع اليوم كثير إن هيك صار له فترة إن كثير إن كل الوقت هاي بروتين دايت صح. نحن هلا خاصة وقت اللي نحكي عن فترة تخفيف الوزن من بعد الأعياد دغري بنقول أوكي خلينا يمكن نعمل حمية غذائية نخفف أكلنا ونتبع الهاي بروتين دايت لأنه هلأ على الموضة يمكن. وفي صاحبتي أو الجارة عملت هاي بروتين دايت وضعفت كتير مش هيك تسمعي عادة وهيلثي ومنقول وأنه يلا ما منخفف كاربز وكذا يعني بتصير هيك بتقنع حالك وان بلوس فهي بتقلك يعني هالإنترنت اليوم هل هيك الموجات عواصف من مزبوط. هلا اتس ترند مزبوط. هو صار من فتره كانت الحميه الغذائيه اللي خاليه من الدهون هي كانت حسب ما كان ينحكى انه هي افضل نظام غذائي تنخفف الوزن. بعد فتره طلع ترند جديد صرنا نسمع عن كثير انواع من الحميات الغذائيه اللي هي عاليه بالبروتيين لتخفيف الوزن. هلا شو يعني هاي بروتين؟ بس تنوضح نقطه كثير مهمه، نحن الجسم بحاجه لكميه معينه من البروتينات كرمال تيقدر يضل يشتغل بطريقه صحيحه، كرمال العضل يضل يشتغل كمان وينما او اذا كنا عم نعمل رياضه ينما مثل ما لازم. بحاجه كمان للبروتينات لكثير وظائف بالجسم من انزيمات دونك نحن بحاجه لهالبروتين. بس نحن حسب المنظمات العالميه المنظمه العالميه للصحه كل انواع المنظمات اللي بتعتني بصحة الإنسان وتغذيته بتقول إنه نحن منا بحاجة لكمية كتير كبيرة من البروتينات تا جسمنا يشتغل بطريقة صحيحة إن كان بدنا نخفف وزن أو إن كان بدنا نقوي العضلات. مزبوط. لأنه قصة العضلات كمان يعني مزبوط. هلا صحيح إنه الأشخاص اللي بيعملوا رياضة هاي انتنسيتي اكسرسايز بحاجة لكمية أعلى لأنه العضل بيستهلك كمية بروتينات زيادة وكرمال يرجع يحسن من وضعه وينما بحاجة لبروتينات بس مش بالكمية اللي عم نشوفها والناس اللي عم تاكلها. يعني نسبة البروتينات ما لازم تتعدى ماكسيموم كمية 30% من نظامنا الغذائي يعني من السعرات الحرارية اللي بناخذها خلال النهار. هلا نحن يعني زيادة البروتين شو بتعمل بالجسم؟ شو تأثيرها؟ هلا زيادة البروتين نحن وقت اللي نكتر من استهلاك البروتين هلا أفانتاج إنه البروتين بس تعلى بنظامنا الغذائي لأنه بده وقت أكثر للهضم لأنه بده وقت أكثر لكرميل يعني نفككها بحاجة لوقت وهيدي العملية الهضم بتخلي الشخص ما يكون عنده قبلية عالية على المأكولات. مشان هيك الهاي بروتين دايت الناس بتتجاوب يمكن بعض الأشخاص بتتجاوب بالبروتين. بس شو مشكلة الهاي بروتين دايت؟ الهاي بروتين دايت لأنه فيه نسبة عالية من هالمكونات هاي بيصيروا الكلاوي يشتغلوا بطريقة أعلى بكتير. بيصير كمان في دراسات فرجت أنه كمان في بعض وظائف الكبد ممكن أنه تتغير مع نظام غذائي عالي بالبروتين. هلا كله له علاقه بكم سعره حراريه نحن عم ناخذ، نحن كيف جسمنا مكون جينيا لانه في ناس بتتجاوب مع هالهاي بروتين دايت بطريقه مختلفه من غير اشخاص. وفي هلا دراسات جديده بتقول انه الجين تبعولنا ممكن انه ياثروا على نحن كيف نتفاعل مع كل انواع الانظمه الغذائيه. اكيد وكل انسان بيهضم بطريقه وكل صح؟ انسان بتحسي بعرف قد ايه بحس ناتالي الجسم بيعرف يقلنا يعني اذا الانسان بيسمع جسمه شو عايز شو بحاجه. ما بعرف قد ايه منيحه القصه لانه يعني كل شخص بحب اشياء اكثر من الثاني وكل شخص هالقصص اللي بحبها كثير بيهضمها بسرعه ما بتضايقه ما بتزعجه. مش بالضروري نحن جسمنا معمول تيهضم كل شيء. نحن وقت اللي ناخذ بروتينات نحن جسمنا مكون تيهضم البروتينات والنشويات والسكريات بس ما بنحس انه تعبنا؟ ما بنحس انه اليوم يمكن ما بقى بنقدر نهضم مزبوط او شيء اذا نحن او مش ضروري. لا نحن بنكون عم نتعب الجسم دونك نحن اوتوماتيكمون بنكون يمكن عم نطعميه اكثر من طاقته. بس اوقات كثير الاشخاص بتتغاضى هالموضوع هيدا وبتصير ما بتنتبه وبتعود حالها على معدل ثاني دونك مش دائما الاشخاص بتعرف تميز شو جسمها بحاجه. مزبوط هالشيء لازم نسمع جسمنا شو بيقلنا بس مش كل الاشخاص بتعرف تميز وبتعرف توقف وقت اللي لازم.
تنرجع على موضوع البروتينات، ليش مش منيح انه نعلي استهلاك البروتينات؟ لازم نعرف شغله انه وقت اللي نحن جسمنا ياخذ كميه البروتين اللي نحن بحاجه الى، ان كان من الاجبان من الالبان من اللحوم من السمك الى اخره، حتى ولو كانت بروتينات هي بس بيور بروتينز، نحن جسمنا معود انه يحول كل شيء زياده عن احتياجاته لدهون. وانا اكيد انه الاشخاص اللي بدها تخفف وزنها ما بدها تعمل رجعنا محلنا يعني. مزبوط، رجعنا محلنا. دونك كثره البروتينات منا منيحه، وكثير اشخاص بدل ما ياخذوا كميه معينه من اوكي الهاي بروتين يمكن بتفيدهم لفتره معينه، بس كمان لازم نعرف شغله انه نحن اذا بدنا نطلع نحن شو بناكل بدون ما نكون عم نعمل هاي بروتين دايت، نحن اوريدي عم ناخذ مرتين الكمية اللي جسمنا بحاجة إلها. دونك نحن وقت اللي نلغي النشويات، وقت اللي بس ناخد الحومات، نلغي الفواكه، نلغي الخبز، نلغي الرز، نحن بنكون عم ناخد أوقات 5 إلى 6 مرات أكثر من احتياجات جسمنا. معناتها شو لازم نعمل هون؟ معناتها أنه لازم أوكي في بعض الأشخاص يمكن لازم نعلي نسبة البروتينات عندها، بس ما لازم نوصل لمعدل كتير عالي، خاصة أنه الدراسات فرجت انه هالانظمه الغذائيه اللي هي عاليه بالبروتين يمكن تعطينا نتيجه على الفتره القصيره اذا عندنا مناسبه. على قد ايه وقت يعني ماكسيموم لنقول؟ انا برايي تقريباً. ما لازم نطول، يعني لازم تكون مثل حسب كل شخص عاده شهر أسبوعين. لا شهر كثير انا برايي، لانه كمان الهاي بروتين دايت ممكن انه تاثر على صحه العظم، وهيدي شغله الناس يمكن ما بتعرفها. وقت اللي بيصير معدل البروتينات كثير عالي بالدم، العظم ببطل ياخذ الكالسيوم مثل ما لازم ويعمل يحطه بالعظم، دونك الكثافه العظم ممكن انه تتاثر عند اشخاص كثير بيعملوا حميات غذائيه كثير عاليه بالبروتين، وهيدا من الاشياء اللي لازم نعرفها كمان. دونك وقت اللي نحن بدنا نتبع حميه غذائيه عاليه بالبروتين، انا برايي ما لازم تكون اكثر من 3 أسابيع شهر. كرمال تا يمكن الشخص يتعود بركي على نمط معين. طيب وين مندخل الكاربز واي ساعه؟ يعني مزبوط انه الكاربز او الفواكه في لهم اوقات افضل من غيرها خلال النهار؟ هلا النشويات وكل انواع الكاربز نحن بحاجه لها من الصبح، لازم ندخلها بترويقتنا، ان كانت فواكه نشويات او حتى في مثلا الحليب يحتوي على معدل من الكربوهيدرات، ما لازم نلغيها. انا هيدي نقطه كثير اساسيه بيهمني انه شدد عليها، لانه هالفئه من الاكل فيها فيتامينات جسمنا بحاجه لها تيحرق سعرات حراريه، حتى ولو قرينا انه الهاي بروتين دايت بخلينا نحرق اكثر كالوريز لانه بدها وقت للهضم البروتينات، بس انه بالنهايه عم بيتعب، عم نحط جسمنا بمود يمكن منه كثير صحي. هلا النشويات نحن بحاجه لها والكربوهيدرات خاصه بالصبح، انه ما ننسى جسمنا قعد كل الليل بلا اكل، والاول مصدر للطاقه هو الكربوهيدرات، دونك لازم ندخل كربوهيدرات الصبح، لازم كمان ندخل على الظهر الكربوهيدرات، لانه الجسم مكون بطريقه انه اذا ما اخذ كربوهيدرات كفايه ما بيعرف يستفيد من البروتينات اللي نحن بدنا نعطيه اياها تا يضل عضلنا بصحه جيده، دونك لازم كمان ندخل على الظهر ولازم عشيه، دونك ما لازم نلغي النشويات اذا نحن عم نتبع حميه غذائيه عاليه بالبروتينات، بس لازم ننتبه انه نعطيه فيتامينات موجوده بغير فئات، ندخل الفواكه، الفواكه نحن بحاجه لها، اهم شيء ما نكون اكسكلوسيف، يعني ما نكون نحن اشخاص عم ناخذ حميه يعني دائما الاشياء المتوازيه هي مزبوط. الافضل. فمنشان هيك نحن بنشوف عند اختصاصيه التغذيه بانه النظام او الاكل اللي بيعطوها النظام خلال النهار دائما فيه كربوهيدرات، دائما فيه اوقات سناك حلو. يعني هلا هو المهم مش بس نضعف، المهم انه نحافظ على اللي صحتنا خسرناهم. لا لانه هين كثير نخسر وزن. انا من خبرتي بعرف انه خساره الوزن منا صعبه، اللي صعب هو انه نحافظ عليها. ونحن وقت اللي نكون عم نتبع حميات غذائيه كثير قاسيه او منا مثل ما كنتي عم تقولي منا مناسبه لجسمنا، لانه سمعنا انه جسمنا عم بيتعب، اشخاص بيعرفوا اللي اتبعوا هيك حميات غذائيه انه ما بيكون عندهم نشاط مثل ما لازم، بيتعبوا من وراء ارتفاع كميه البروتينات. دونك وقت اللي نتبع وقت اللي نحن ما بنكون عم نشتغل على عاداتنا الغذائيه كيف بدنا نحافظ على هالوزن اللي خسرناه، نحن بالنهايه يمكن بننجح لفتره معينه بس ما
ما بيبقى كمان بقول يعني انه قد ايه مهم انه الانسان يضل يعمل فحوصات، يضل يراقب عمل جسمه صحيا، خصوصي اذا كان عم يتبع دائما دايت او سبور بشكل كثير كبير، فهون يمكن ضروري انه ننتبه على صحتنا سم هاو يعني. صح، هو بالنهايه باكج ما فينا نقول بدنا بس نعلي البروتينات وخلص، المهم نزلنا وزن، لانه بصير في كثير نواقص بعدين بجسمنا. أكيد. وبعدين هو الاشياء صعب نرجع نستردهم، يعني بنوقع بحلقه اليويو اللي نحن اكيد ما بدنا نتجنبها. ثانك يو لك ناتاليا، اليوم استفدت كثير شخصيا من هالحلقه. نحن رح ناخذ بريك صغير وعم نرجع، خليكم معنا.